خلينا ننتقل لأولى محطاتنا لليوم ونحكي عن التواصل. كيف فينا نتعامل ونتواصل مع الآخرين إن كان بعلاقتنا الاجتماعية أو إن كان بالعمل؟ شو هي المهارات الصحيحة؟ كيف فينا نعمل كنترول لإحساسنا، لمشاعرنا، لردات فعلنا لما نتعامل مع زملاء العمل، لما نتعامل مع أهلنا، لما نتعامل مع أصدقائنا؟ كل هالشي رح نحكي عن مهارات التواصل الصحيحة مع فاتن نظام دكتوراه بالعلاقات العامة وتنمية المهارات الحياتية. صباح الخير. أهلا وسهلا فيك. أهلا وسهلا. صباح الخير دكتورة. صباح الخير حبيبتي. يعني هذا الموضوع بيشغل حيز كبير من تفكير كل العالم، وفي كتير أشخاص بيصير بيناتهم سوء فهم نتيجة أنه أنا ما بقدر أعبر عن مشاعري بطريقة صح. ممكن تكون النوايا اللي موجودة جواتي غير تماما القصد بالكلام، أو طريقة التواصل بتكون غلط. خلينا نحكي ونوضح للمشاهدين طريقة أو مهارات التواصل الصحيحة اللي لازم نتبعها. خلينا نقول بداية على كلمة المهارات التواصل. مهارات التواصل، نحن من وقت ما بنفتح عيوننا لآخر لحظة نحن بنعمل عمليات تواصل واتصال، اللي هي أخذ وعطاء مع الأشخاص اللي حوالينا، وبنفس الوقت اللي هو وصلت الرسالة لا ما وصلت الرسالة، فهموا علينا لا ما فهموا علينا. هذا أي المهارة بالذات هي بقول لك إنه هي بتعتبر من أهم المهارات اللي إحنا كل واحد فينا لازم يمتلكها بالحيز الحقيقي. لأن بصراحة أحيانا في عندك أشخاص اللي حواليك ممكن حركة معينة أنت تعمليها ما يفهموا عليك، أو يمكن تطلع تشوفي قديش خطير، تطلع الرسالة بالطريقة العكسية. يعني تقول لي أنا ما قصدي، والله أنا ما عملت هيك، أنا قلت لك بهي الطريقة بس أنت فهمتيني غلط. فنحن بنقول إنه 83% من الأشخاص الناجحين هن اللي بيمتلكوا هي المهارة. كيف هي المهارة؟ أول شيء في عنا جزئين، يلي هو المرسل والمرسل إليه، يلي أنا قديش أنا بقدر قادرة على إيصال الرسالة بالطريقة الصحيحة، ويكون المرسل المستقبل يكون معي 100% صح. فإذا سألتكم سؤال، مين هو المسؤول عن الرسالة؟ معناتها هو بصراحة المسؤول هو المرسل وليس المرسل إليه. المرسل إليه مسؤوليته بتكون فقط إذا هو كان بالمكان المناسب والوقت المناسب اللي هو حيتلقى الرسالة بالطريقة الصحيحة. يعني أحيانا نحن نعطي رسائل لأشخاص هنا حقيقة ما بيكونوا بالمود الصحيح، أو نحن بيكونوا مثلا بجو غير صحيح، ونحن لازم نوصل الرسالة ولازم يفهموا علينا. هون الخطورة بالقصة. أو ممكن في كتير عالم هي عندها خلينا نقول سرعة لقطة الرسائل الغير لفظية. يعني أنا مثلا ممكن بنظرة مثلا تفهم علي وأفهم عليكي، بس في ناس هي بدها تكون عندها الرسالة واضحة متكاملة بكل أركانها وحيثياتها. فهون اللي عم بصير في عندنا الاختلاف بموضوع مهارة التواصل والاتصال. تمام. هلأ بنشوف كتير من الأشخاص هن ماهرين بالتواصل الاجتماعي بالمسجات بالفويسات ممكن، ولكن فيس تو فيس بنلاقي عندهم شوي من العثمة بالكلمات أو ما بيعرفوا يعبروا. خلينا نحكي عن هالنقطة، ليه نحن وراء الشاشات أنجح من نكون مقابل الحدا اللي عم نوصل له التعامل أو عم نتواصل معه؟ يمكن في عندك السبب الأساسي في عالم هي بتخاف من ردة الفعل. يعني ردة فعل الأشخاص، يعني هي دائما هي بتكون وراء الأجهزة، ممكن هي تستنى تفكر بالكلمة اللي عم تكتبها، ويمكن تكتبها وتمحيها وتكتبها وتمحيها بطريقة، يعني معناتها هي عبارة عن قصة المهارة أو نحن الاتصال، هي انتقاء الكلمات المناسبة والمؤثرة على الأشخاص. ففي عالم هي ما بتقدر تحكي هيك وجه لوجه، ممكن الخجل، ردة فعل الخوف، ممكن أنه تقول أنه بركي بحبتها بركي ما حبتها. وفي عالم ما عنده قدرة على التعبير عن ذاتها بالطريقة الصحيحة. يعني بتقلك انه انا بكتب والله جرايد بس لا تخليني اقعد فيس تو فيس. كثير عالم هيك انه انا ما بقدر انا والله اخذ واعطي، او مثلا العالم هيك مثلا بحكي الكلمه اللازمه. وقت تلاقي انه هو بيكتب، فهو عن جد بيكتب جرايد، وهي الجرايد كمان فيها خلينا نقول بالاتصال هي كمان خطأ، في ناس ما بتفهمها يعني. وبطريقه خاصه نحن على مواقع التواصل الاجتماعي كمان في عندي رسائل هي حقيقه ما فيها المشاعر، ما فيها دفء المشاعر، فاحيانا كمان تفهم بالطريقه الغلط. يعني خاصه اذا انت الشخص الثاني عم تلقي هو كان مزاجيه سيئه، يعني مثلا بتكون عم ببعث لك رساله انت كنت مزاجيه سيئه، يمكن انت انه عفوا شو عم تكتبي، او تبقى بعت لك سمايل مثلا عفوا شو هذا السمايل، انت شو قصدك فيه تماما. فنحن كثير في عنا دقه بالرساله يلي هي خلينا نقول، يعني ما تنقول نحن فيس تو فيس، وهو اهم شيء بالتواصل شو هو
هو التواصل البصري. هلا انا وياكي ما تكون انا وياكي عم تواصل بصري، هذا بيعطي للشخص الثاني اهتمام انه انت مركزه معه، فانت هذا حيعطيني قوه بالتواصل والاتصال. اما ما تكون الشخص انا عم بحكي معك مثلا او وهو مثلا عم يطلع يمين او يسار، هون بخلي الشخص الثاني ما حابب حديثي، يمكن زهق منه، يمكن ما عاد في استرس تمام، وانت بنفس الوقت بتصيري انه بتصير بتعملي قصص وحركات وبتأتأة انه انت ما بتقدر توصلي رسالتك. فالتواصل البصري اول شيء. نبرة الصوت كتير حلوة، نبرة الصوت هي بتاخذ من الاتصال 38%، يعني غير المادة العلمية الكلمة اللي انا عم اقولها قد ايه هي بتكون مؤثرة. 38% انت احيانا بس اقول لك الو بتقولي شو بكي؟ متضايقة، مزعوجة، أو مثلاً أحياناً نحن ما بنكون بالمود اللي بدنا نحكي فيه، فهذا كمان بيلعب دور. بالإضافة للغة الجسد اللي هي هي أهم وحدة فيهم، اللي هي بتاخد 55%، يلي حلو مسألك أنا نجحت، شو تقولي لي؟ مبروك، ألف مبروك. التفعيل والتفاعل الإيجابي هذا لحاله حقه مصاري بصراحة. خلينا ننتقل لنقطة مهمة، دائما خلال جو العمل بصير سوء فهم كتير كبير، أو ممكن عدم تواصلي أنا مع زميلتي ينفهم بطريقة غلط. خلينا نوضح كيف نحن فينا نتواصل باحترافية تكون، يعني دائما نحن أنا زميلي أو زميلتي ما فيني أعرف الوقت المناسب لحتى أتواصل معه. ذكرتي أنه لازم يكون في وقت مناسب لحتى نختار انه هذا الشخص يكون بمزاج رايق او يكون موده تمام، فلازم نحن هون نستغل الفرصه ونتواصل معه. هون كيف فينا نحن نتواصل باحترافيه ببيئه العمل؟ شوفي صديقتي، شو قلتي كلمه زمالي زميلي بالعمل؟ معناتها في إلى حدوديه، في مسافه امان. خلينا نقول دائما في شيء اسمه بالزمالة أحيانا كتر التواصل والاتصال بالزيادة عن اللزوم، هذا بيؤدي يمكن لمشاكل، لسوء فهم، أو مثلا أنت مثلا دائما بتحكي وبتمزح إلى آخره، يوم أنت مالك خلق أو أنت مزعوجة أو أنت متضايقة، فممكن يحملوا عليك أي كلمة، ليك صارت نفسية، ليك شو مثلا ما عاد شافت حدا بهي الطريقة. بالإضافة للشغلة الثانية، نحن في عنا سبحان الله، بس إليك أنا هلأ إليك صباح الخير، فانت بتجاوبيني صباح النور، بس ما تقول لك يسعد لي هالصباح، صباح الورد، فانت باللا شعور حيكون في تفاعل. نفس الشيء نحن ما تنقول على الزماله، يعني احيانا مثلا في كثير اشخاص انه ما بحبوا يحكوا ابدا نهائيا الصبح، بزولك براسهم، طب هذا مثلا انا كيف بدي قيم مهاره الاتصال؟ انا مثلا هو حسب المزاجيه، كرمال هيك هون نحن بحدد انه انا كيف لازم اتعامل طول الوقت. حتى في شغله بالشخصيات هلا عم ناصيه، كنا نقول انه الشخصيه الاجتماعيه هي الشخصيه المحببه وهي اكثر شخصيه اللي هي قريبه من العالم. هلا ضفنا عليها صفه ثانيه انه مو بس انا اكون شخصيه اجتماعيه، لا انا بدي اكون شخصيه اجتماعيه ولبقه. اللباقه جدا مهمه، يعني هي عدم تجاوز الخطوط، يعني هي انا مثلا انت مالك رايقه، انا ما ضروري انا اتهضمن عليك او انا امزح طول الوقت انه انا دمي خفيف تمام. فهي الفكره انه انا كيف بدي اختار الكلمات، وكثير مهم الكلمه. ما في حدا بيقول انه الكلمه طلعت وطلعت، لا ما في هيك شيء، غير اذا معك انفصام شخصيه. هون الكلمات اللي بتطلع هي مو نفسها، الكلمه بتطلع من مكانين، بتطلع من هون بختار الكلمه المناسبه، وبنفس الوقت بتطلع من القلب بشحنها بمشاعر لتليق عجبتك وعجبتني، فانا هون ساعتها بطلعها. اما مو انا بس انه كلمه يمين وكلمه يسار، انه انا كثير مهضوم بالشغل. تمام. خلينا لكن هيك نستمر باجواء العمل ونحكي كيف الواحد او اي حدا يعمل كنترول على مشاكل الحياه، مشاكل المنزل، ويكون يعني يعرف يتعامل صح ويبعد المزاجيه بجو العمل. يعني اكيد كلنا بدنا نقدر بعض هلا، ولكن يمكن ما حدا مضطر يتحمل مزاجيه حدا. صح صحيح، وخاصه هلا بهذا الوقت بالوضع وبهالضغط يلي علينا. كيف في الشخص يعمل كنترول في الصباح، يعني هيك ياخذ نفس عميق وهيك ينطلق الى حياه جديده، يفصل الفصل بين 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 هون ومكان ثاني؟ هلا نحن نشوف بكل الاعمال والاشغال في عنا هي النقطه، في ناس هي
مشاكل البيت بتاخذها على الشغل ومشاكل الشغل بتاخذها على البيت. هذا الشيء هون ساعتها ضرب البيت وضرب الشغل، لان الاثنين البيت ما لهم مسؤولين عن مشاكلك بالعمل، وبالشغل كمان ما مسؤولين اذا انت متذبح انت ومرتك او انت متخانق انت وجوزك. هذا ما دخلنا فيه، هذا بنشوفه نحن بكل القطاعات وبكل الاماكن، سواء كنت بالتعليم سواء باي مجال هو موجود، وهذا بيعكس على شغلك بالنهايه. اول شيء في شيء اسمه نعمل فصل، يلي هو فصل وماله صعب كثير، يلي هلا مثلا اللي عم بسمع بقول انه كيف بدي افصل؟ ايه بنقدر نفصل، مثل ما انت يكون عندك مقابله وبتقدري قادره انه انت تفصلي وتكوني مع الشخص، فانا عندي قدره 100% انا اعمل فصل انه بالبيت شيء وبرات البيت شيء ثاني، لانه العالم ما لها مضطره تتحمل انه انت منكده بالبيت تجي تنكدي عليه هون. وهلا بهذا الوقت حقيقه فضلتي قلتي شغلة كتير مهمة، نحن حقيقة كلياتنا عنا ضغوط، يعني ما حدا مرتاح مثلاً لأنه مثلاً إنه حدا ينكد عليه، لأنه بده يصير في عندي سوء فهم، بده يصير في عندي انفعال وهو غير صحيح، بصير مثلاً أنت مثلاً متضايقة، أنت عملتي كلمة مثلاً بطريقة نتر تماماً، فهون بصير في عندي المشاكل بالعمل، بصير في عندي عدم تفهم، بصير مثلاً الوتوتة بين بعض انه تروح تحل حل مشاكلها وجاي ادم تنكد علينا، هذا الشيء انت مالك مضطر عليه. وبعدين الشخص السليم اللي هو عنده عن جد نجاحات بكل مكان هو اللي بيعمل فصل برا عن جوا، يعني احنا حتى بموضوع التدريب بنقول لهم للطلاب حتى انه ما تكون تفوتوا انه على التدريب اعملوا اتركوا برا افرغ كوبك وادخلي على التدريب، لانه هذا بيعطيك قوه. كيف بيفرغوا له الكوب؟ هي عباره عن عمليه تفكير انه انا انه هدول الاشخاص اللي هلا انا جايه هن جايين ياخذوا مني معلومات، فهي بالطريقه انه انا بدي اعطي قمه بالاداء وبدي اعطي من القلب للقلب، فانا ما بدي مو معقول، يعني اعطيك مثال، مو معقول انا اعطيهم تفكير ايجابي مثلا وانا بومي، يعني كيف ما بتزبط ابدا ابدا الصورتين مع بعضهم نهائيا ما بتزبط، يعني انه مثلا او انت بدك تعطيهم انه العلاقات الاسريه والنجاح وانت عم تتذبحي انت بالبيت، هذا اسمه انفصام شخصيه، ما بيزبط، يعني قد ما انت كنت عم تحكي ما بيمشي الحال، فنحن هذا اللي بنقول عليه الفصل، الفصل الحواس وما له صعبه، هون انت بتكوني عندك نجاحات وبتحققي نجاحات. وحتى نحن خلينا القصه بالعكس، في ناس هي بتكون بتشتغل طول النهار بالشغل وبتجي على البيت هي جايبه هموم الشغل على البيت، وفي ناس سبحان الله قادره انه هي تفصل بين الاثنين بطريقه انه هون ناجحه وهون ناجحه. واللي بيكون متضايق وانت بالعمل ما ضروري شو بكي ليه متضايقه اتركي، كل واحد ترك همه لحاله، حبيت احكي اوكي، ما حبيت هي اسمها خصوصيه. يمكن هون كثير اشخاص ما بيقدروا او يتقبلوا هي الحاله، انه يشوفوا ممكن هي من انه شخص عزيز علي، انا ما فيني اقدر اشوفه متضايق او مزعوج، فانا بجي بخترق خصوصيته وبتخطى حدودي معه، بصير انا بالحاله انه شبك شبك شبك، فهذا الشيء عن جد كثير مؤذي، وخصوصا انه الواحد ما انه متحمل حاله، انه بيكون محتاج لفتره من السكوت والصمت. هون وقت اذا حدا رايح مثلا على شغله وفيه عنده شحنات وضغوطات بس هو ما بده يتصرف تصرف سيء، ممكن انه يكون ملتزم الصمت مشان ما يعمل اي رد فعل مؤذي للاخرين، هو ما فيه يعمل رد فعل ايجابي هلا بس يلتزم الصمت والسكوت. خلينا نحكي عن تاثير هذا الشيء على بشكل عام بالعلاقات الاجتماعية، تأثير التواصل الفعال يلي بيكون في منه إفادة قديه مهم، وتأثير بنفس الوقت التأثير السلبي، يعني شو المخاطر يلي بتكون هون مترافقة مع بعض؟ شوفي عزيزتي، في المهارات التواصل الفعال هو أنا حسب العلاقة أنا وهذا الشخص، يعني أنا ما بقدر شخص علاقتي أنا وياه، نحن في عنا عدة أنواع للعلاقات، عندي العلاقة العامة والعلاقة الاجتماعية والعلاقة الشخصية والعلاقة الحميمية. نحن اذا انا كنت بالعلاقه الاجتماعيه انا ما بقدر ابدا ابدا تحت اي ظرف انا اجي اسالك انت شو بكي، ما بصير، لان في شيء اسمه حدود، يعني نحن في شيء اسمه مسافات، يعني هي المسافات بس انا احترم هي المسافه، دائما بتكون نحن بنقول اي اهم شخصيه كاريزماتيه وجذاب هي الشخصيه المحترمه اللي هي بتعرف حدودها، بتعرف امتى تحكي، بتعرف امتى كيف تتصرف. اما ما انا اكون انا وياك صديقتين كثير وهيك اساسا انا ما برضى ابدا ابدا انه الاقيك زعلانه. في ناس ما عندها احترام للمسافه الشخصيه. تمام، هي حسب نوع العلاقه،
اما انا مثلا اكون انا علاقتي انا وياك اجتماعيه دوب اقول لك مرحبا اهلين انا اخترقك وبدي احكي وبدي اخذ تفاصيل لا واللي هي وين الخطوره بصير بحكي اكثر من حدا انه شبها ليه زعلانه تعال نشوف شبها هي الفكره هي انت بالعكس انت عم تضريها للمخلوقه اكثر ما انت عم تفيديها لانه في كثير عالم كل واحد فينا عنده اسلوب مثلا بمعالجه مشاكله في عالم هي بتعمل بتحب تكون بعزله يا ما تقرب لا تحكي ما بدها تزعج حدا لانها هي بتكون بمود عصبيه او هي متضايقه او هي لسه ما حلت المشكله فهي بتقول انه صمت بقعد بمكتبي بشرب فنجان قهوتي والكلمه اللازمه في ناس هي بالعكس تماما هي بتلاقيها عم تضحك وفرفوشه وهي بتكون قمه المشاكل اللي عندها او عن جد هي متضايقه ولكن بتتبع اسلوب من نوع التفريغ انه انا بس لانسى المشاكل فكل واحد فينا عنده نمط تفكير وعنده اسلوب تعاطي مع اي مشكله فنحن عندنا مثلا ناس مثلا بتحكي مباشره في ناس كتومه يعني احنا حتى عندنا مشاكل يعني احنا بنطلع فيها قبل ما نوصل للكبار هي بالاطفال في ولد بيجي فورا بيحكي لك مشكله صارت معه بالمدرسه وفي ولد ما بيحكي ابدا وفي ولد بعد ساعه بيحكيها عن طريق اخواته في ولد بيمسك اللعبه بصير بيحكي له المشكله فنحن عندنا اسلوب تفكير بالتعبير عن مشاكلنا فهون نحن ما بصير انا اتجاوز حلو كثير شوفي خلينا نقول مسافة الأمان جدا مهمة وحتى هي مو بس بين العلاقات العمل حتى بالعلاقات مع كل العالم حلو مسافة الأمان يعني بمعنى أنا ما أتجاوزه وأنت ما تتجاوزيني بس نحترم هي الخصوصية صدقيني بنصير في عنا علاقات ناجحة اجتماعيا وبنفس الوقت خلينا نقول حتى عاطفيا تمام خلينا نحكي بنقطة كتير من الصبايا بسوق العمل بيعانوا من قصة التعامل مع إن كان عملاء إن كان زبائن حسب الصفة يلي هن أخذينها بالمهنة أو بالعمل اليوم كيف فيها الصبية تتعامل مع الزبون أو مع العميل بدون ما يصير يمكن في تمادي بدون ما تخسر شغله او بدون ما تخسر الشغله اللي هي عم تسوق لها لهذا الشخص ممكن هذا الشخص يكون يطلب او يتمادى بقصص كثير سيئه صبيه يكون عندها نوع من الخجل او يكون عندها نوع من الوقاحه كيف فينا تكون هي متوازنه ووسطيا هيك تحط حد وهي بتشوفه يمكن اول مره واخر مره ولكن بدها تسوق لمهنتها للمنتج اللي فكر السؤال كتير حلو لأنه هذا الثلاث أرباع الصبايا هي عم بتعاني من هذا الموضوع بمعنى أنه أنا بدي سوي وبدي بيع بس بنفس الوقت أنا عم مثلاً عم بصير نوع من تمادي من السوء التصرف فنحن في عنا شيء اسمه أنواع زبائن نحن ما نشتغل حتى بالتسويق ما تنبلش بالتسويق في عنا أنواع زبائن هو ببين الزبون على فكرة من أول كلمتين شو نوع هذا الزبون وهو كيف بيتعاطى يعني الزبون الشر أو هو الزبون المباشر مباشرة تمام بيقتنع وبيمشي الحال بس في عندي المستفز وفي عندي السرسار وفي عندي كل الأنواع تماما فعنا مثلا الزبون هذا اللي هو بس بده يخلق حديث معه تماما وهذا ببين من نوعيه الاسئله والمفردات اللي بتنذكر تمام بعدين ما انت يحكي كلمه خلال حديثه ومع انه لازم انه انا ابتسم هون الابتسامه تبع الصبيه تكون بحدود يعني ما تعطيها للاخير تمام لان اذا عطت هي للاخير هي عطت شو تبادل رساله انه انا عجبتني الكلمة اللي قلتها تماما ولكن أنا ما تعطي أنه ابتسامة خفيفة وهذا جدا مهم أنه أعطيت ابتسامة خفيفة أنه أنا مشيت لك اياها بس برواء تمام بعدين النقطه الثانيه في عنا التواصل البصري ما انت التواصل البصري ما انت الشخص انه هو بدك تعطيه اي كلمه بنظره واحده هو انت بتوصلي 100 رساله ورساله صحيح فانت هون حسب انت قدرتك كيف انت بتتعاطي مع الموضوع والدنيا هي اخذ وعطاء والالقاب كمان يا عين عليك والحفاظ على الالقاب يعني احنا هي تبع لا بحب المزح بالحديث يعني التجاوز بالمزح انه انا في احيانا في ناس بتمرق لك حديث كمان عن طريق المزح تماما وانت فهمي بين السطور وفي ناس انه فجاه انت تعرفت عليك استاذه بضلك استاذه تعرفت عليك دكتوره بضلك دكتوره مدام بضلك مدام ما بصير التجاوز انه فورا اسحب الالقاب واوصل للشيء اللي بدي اياه اوقات دكتوره بنشوف النقيض بهي المعادله يعني بنشوف شخص هايبر بيكون وناجح بكل علاقاته حتى بوقت اذا الصبيه بتكون هايبر وهيك
تلاقيها هيك مثل الشعلة عم تفري فري، بنفس الوقت بتكون حاطة حدود بهذا الأسلوب. يعني كيف ممكن إنه هون ينجح هذا الشخص إذا هو شخصية هايبر ومنفعل وحماسي بس نفس الوقت قادر يحط هاي الحدود؟ كيف ممكن تظبط هاي اسمها صفات وخصائص الشخصية. كل شخصية فينا هي اللي بتعرف توزن. وبعدين كل 10 سنين نحن تطلعوا بحياتكم، كل 10 سنين بتختلف شخصياتكم، بتفوت خصائص بتطلع خصائص، بتفوت صفات، هي نتيجة مواقف نتيجة أمور. فنحن كرمال هيك نحن بنشتغل على هذا المبدأ. فهون وقت نحن نفوت نقول مهضومة وهيك بشو بنقول؟ شخصية صاحبة حضور، صاحبة شخصية، يعني بمعنى هي عرفانة شو بدها بالضبط. هي مهضومة بنفس الوقت قوية، يعني ما حدا بيسترجي يغلط معها رغم انها مهضومة وبتضحك، يعني ما نكش ما بضل، يعني مو ضروري انه يكون هو الشخصية يكون نكت، بالعكس هو روحه بتكون حلوة لان هي صفات الشخصية جذابة. صحيح تمام. يعني بالختام قبل ما نختم مع حضرتك هيك خلينا نعطي نصائح لكل صبية حابة تفوت لسوق العمل، لكل أم عم تتعامل بالبيت وخارج البيت مع أشخاص عديدين وكيف هي تحافظ على بيتها، لكل السيدات اللي عم يتابعونا بالعموم. أول شيء مثل ما ذكرت أول كلمة إنه نحن مهارة الاتصال من أول ما بنفيق لآخر لحظة، فإحنا بدنا نشتغل على إنه أنا كيف بدها تكون نبرة صوتي، كيف أنا بدي يكون تواصل بصري، بدك توصلي رسالة منك لبنتك تطلعي فيها، حاولي قدر الإمكان تطلعي فيها، لا تطلعي بالموبايل، وصلي رسالتك 100%. بدك توصلي رسالتك لرب العمل اللي عندك عطيه الاهتمام، وبنفس الوقت عطيه الكتاف المشدودة إنه أنت عندك ثقة بنفسك ووصلان الرسالة، هي اسمها البادي لانجويج. هون أنت بس تمتازي بهدول النقاط وبس أنت تتواصلي بالطريقة الصحيحة. نحن ثلاث أرباعنا ما بنسمع، بس يصير في عنا فن الإصغاء حقيقة، أنه أنا ركز معك اهتم فيكي وحدد النقاط، بقلك 100% نحن صار عنا نجاح. يا الله هاد فن الإصغاء كتير مفتقد عنا كتير، يعني الواحد أي كلمة مثلا فهمت عليك فهمت يا حبيبتي اتركيني خليني أحكي حتى لو فهمت علي، ممكن يكون في شيء جديد أنا بدي أحكي أو فكرة بتجهلي أنا بدي أوصلها. صحيح. أكيد بدنا نتشكر حضورك معنا اليوم دكتورة فاتن النظام على كل المعلومات اللي قدمتي. شكرا لك، يسعد صباحكم. شكرا كتير لك ويسعد صباحك وللمعلومات اللي قدمتي لنا إياها. أهلا وسهلا فيك. أهلا وسهلا.